بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بشرح متن مختصر يسمى متن الثلاثة أصول أو الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبارة تكنا بل نموكا عم الزعبة زاني مسبوكي لزي زانيا زيا بازي أنوي فوتك عن أكتير ويوزان مزابي سكنا بارة. لا تكتب، لا نريد أحد يكتب، اترك الكتاب الآن. نرينا بنا كم بمنور الشفاء مقصن تريد تزن نبلفنا زمان. نريد تحفظ. زاني زابط تينا كتاب زان ديا ميزك زان سيكا مكمبرون درسار بكو ميا ريجيسترا أم بوا تيكا زان زي راه لان. اترك التليفون. ديو تان زيكا نمبرانا تيكا زان سميلو كيبيا مراحافة تليفون سراحاف خم قصن تريد سارا نمبر. نسأل بعد ما ننتهي من الدرس نسألكم عما أخذنا. سجينا برنا أوريني فنقطعنا دي درس زان لفعلالانا ديا همي تغفرانتاني نبرني دي عاوز تكتار غيرا مذابين ستسيال. نريد نتعاون على الحفظ على الضبط، نضبط العلم، نضبط في صدورنا، لا نضبط في الكتاب هنا. زاني سيكا زان نبرن نيانا تسمى نوينتو انترين مو زان وي مقابتي زيرا فلان زاني تقديم نو باركير زيرا فلان زاني لأن هذا المكتوب ليس علمك، علمك هذا الذي تحفظه في صدرك. في نمر الذي نفعل لنا زيك ومنوزن الذي فعل لنا زينه حينو زنيم بعد نو حينو سينزير زمبرنا. نعم.